غيث مروان صار حديث الجمهور مبارحة من بعد ما شارك أخوه الصغير تيم ستوري على انستغرام جاوب فيه عن سؤال متابعة كتبت أخوك عمين مكرش وأجاب بي على حبيبته. فشو رأيكم برد تيم؟ هل كانت مجرد مسحة فقط أم شي وراءها؟ أما نور ستارز فرجعت من جديد ومن بعد غياب بفيديو جديد على يوتيوب بسلسلة بعد منتصف الليل، وأكدت أن سبب غيابها هو تعبها من كثرة السفر. شيرين بيوتي شاركت ستوري وعلقت عليه بي فيديو بعد شوي أسفة من هلأ نارين، ونارين والجمهور استغربوا من هالتعليق، فنارين كتبت وردت بي شوفي، ولكن شيرين لم ترد وصرحت أن الفيديو حينزل اليوم وحنعرف كل شي صار. فشو هي توقعاتكم؟ إشاعات خلاف نارين بيوتي وبيسان إسماعيل ما زالت متواصلة لحد الآن، والجمهور يبحث عن الحقيقة، حيث تحدث المتابعين وبشدة عن عدم لقائهم رغم أنهم ساكنين بنفس البناية لفترة جدا طويلة. وأيضا تداول تصريحات لبيسان بآخر فيديو شاركته على قناتها على يوتيوب واللي صرحت من خلاله بي يعني في كتير يوتيوبرز بيحكوا بيت قصري الجديد بيطلع غرفة، أو مثلا سيارتي الجديدة تطلع لعبة، فعادي دايما اليوتيوبرز بيعملوا هيك مشان الحماس. واللي نسبوا المتابعين لفيديو شيرو جولة في قصري الجديد بدبي وفيديو نارين آخر شخص يشيل إيده عن السيارة يربح. فشو رأيكم أنتو؟ هل بنظركم كانت تقصدهم بكلامها أو كانت بعفوية وعلنياتها؟ وهل حقيقة في خلاف بين نارين وبيسان؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. وبالأخير أحمد النشيط يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة، فنشر عدة ستوريات مفاجئة ليحمس المتابعين للأغنية، وصرح أنها حتكون أفضل أغنية حتنزل.